بعد هيك يقطع عمرك، منظرك مثل الجردون. هذا كيف تركينه يمشي بالشوارع؟ قلتك يعني لازم يمشي تحت الأرض، بس هيدا مو صرصور. لك انت هيك بنظر الشباب فلتاني، ما بتخافي حدا منهم يأذيكي؟ يسترجوا يعني إذا ما لبستي مشلح ما حدا بيطلع عليكي؟ أنا مستغربة كيف هو قبلان فيكي هيك. يسحله. ليكي صحيح أنا بحبك، بس إذا رح تضلي تلبسي هالتياب ما رح أمشي معك أبدا. يا ريتني سمعت كلامك يا نيفين. شو رأيك تفوت معنا؟ لك على عيلته وقح، لك كيف عم يتطلع فيكي؟ بتحب تبوس؟ يلا نقول يلا. إذا كانت هاي رغبة أهلها، أنا ما فيني أجبرهم يرجعوها على البيت. بس رغبتهم مو لصالح البنت، إما بدها تتخلص منها وأبوها بده إياها تسلي. لا ما بظن انه مشاعرهم ماتت لهالدرجه، وعلى كل حال وجود مريم تحت نظرنا اسلم لصحتها. وليش ما بتسال البنت يلي هي صاحبه العلاقه؟ اذا كانت بالغه سن الرشد اكيد مناخد برغبتها. احكي معها حتلاقيها افهم من وحده عمرها 25 سنه. دكتوره مريم لازم تعيش حياتها الطبيعيه، تشوف رفقاتها، تروح على المدرسه، تقعد بين اخواتها، طلع ما عم تاخد الادويه، وطالما المرض ما بيعدي. فرضي انها انجرحت وانجرح اخوها وبشكل من الاشكال تسرب دمها لدمه، فرضي انها تعرضت للاغتصاب، ساعتها شو بتكون النتيجة؟ صحيح هي الحوادث نادرة ما تصير عنا، بس فرضي صارت، فرضي واحد مجنون تعرض لها، ساعتها شو بنكون حصدنا؟
أنا سمعي هاي شبكي؟ معك حق مريم، لازم تضل هون عن إذنك. أثار المرض لسه ما بينت عليك. صحيح هذا المرض بموت؟ شو بدك سيرة الموت هلا؟ قولي لي شو ناوية تطلعي بس تكبري؟ كنت بحلم إني أصير مديرة مدرسة أو موجهة. وليش ما معلمة؟ لأنه معلمتنا ظالمة، وأنا ما بحب أكون ظالمة لحتى ما يحكوا علي الطلاب مثل ما عم يحكوا هلا على الأنسة. وأنتِ لو ما مرضتي شو كنتِ ناوية تطلعي؟ ما فكرت، كنت عايشة حياتي هيك بدون هدف. ويمكن لهالسبب مرضت. ما فهمت. انتي صغيرة لساتك، بس لتكبري اكيد بتفهمي. انا دائما بحب افهم قبل ما اكبر، لانه وقت اكبر اكيد حصير فهمانة. شو هيدا يا مريم؟ اتاريكي منك قليلة. صحيح بدي اسألك سؤال، انتي حكيك سوري، بس احيانا بيطلع معي كلام باللهجة اللبنانية، كيف هيك؟ لانه بيي سوري وامي لبنانية، وقضيت كل حياتي بين لبنان وسوريا. حلوة بيروت؟ بتجنن، بس ما عرفت استمتع بالحياة فيها. موتي معي، موتي معي، مساهي اللي مات، اللي ماتت بنتي مريم، شفت بنتي مريم ميتة بين ايدين ام زهير. ليش بابا كان عم يبكي؟ قصدي ليش كان عم يبكي كتير؟ كلهم كانوا عم يبكوا لأنه الصغير مات. لا بابا كان عم يبكي كتير، يمكن لأنه حنون زيادة. لا كان عم يبكي ويتطلع فيي، يبكي ويتطلع فيي لأنك بنته واللي مات ابنه والولد غالي يا مريم. طب أنا شو دخلني إذا هو كان مريض؟ أنا مو مريضة. كل الآباء بس يصير مكروه لأي ولد بيخافوا على أولاده. معقول كون مريضة وبدي موت مثل زاحي؟ عيد الشر عندك. لكن ليش هيك حسيت؟ لأنه أبوكي ما عرف يعبر عن محبته إليك. بس أنا مريم يميلي هالأفكار السودة من راسك. يعني هلأ زاهي ما عاد يضحك لي؟ أنا فيكي ولا بحالي، بس أنتي ما لازم تبقي هون. حبيبتي مريم تفرجي على أفلام كرتون على أي محطة بدك، أوكي؟ بس أنا ما عاد حبيت أتفرج على أفلام الكرتون. تفرجي على شو ما بدك. فيك تقعدي مع البنت وتسمعي منها، وصدقيني إذا البنت ضلت هون ما رح تموت من الإيدز، حتموت كمد وقهر. لازم ترجع لعند أمها. خلص اطمني، اليوم بحكي مع الدكتور مازن بخصوصها.
دكتورة دكتورة إذا بتريدي الله يخليكي خرجي بنتي من هون، ما بدي اياها تموت قدام عيوني، ما بدي اياها تموت قدام عيوني. خلاص إذا كانت هي رغبتك أنا ما في عندي أي مانع. ورغبة زوجتي قبل رغبتي، حأتصل فيهم يجوا ياخذوها. لا لا تلفن لي قبل ما أحكي مع الدكتور مازن. هلا أحكي مع الدكتور مازن. عفوا إذا بتريدي. تفضل. موتي معي. ما بدك تشرب الدواء؟ موتي معي. موتي معي. جردون انا ميت وراح تموتي معي مش ما تحتقري حدا مره ثانيه. انا مع الايدز. بتعرف شو يعني الايدز؟ انا اخذت الايدز من شفره حلاقه عند الحلاق، وانت حتاخذيه مني مو من عند الحلاق، حتاخذيه من الجردون. حتتمي تتذكريه ثانيه بثانيه. لك انت مو شايفه حدا قدامك، مو مهتمه بحدا، الناس كلها حشرات وانت الوحيده بنت العالم والناس. مين بيشوفك لابسه اللبس هذا بضل على راسه؟ مين؟ في ناس بالشوارع ما بلاقيه تاكل بحياته ما لمس مره. انت ابدا ما بتحسي بحساب مشاعرهم، ولو ما كنت انا راح اكون غيري. واذا كنت انا لانك احتقرتيني بدون ما اعمل لك شيء.